الله لا يجعلنا منها، لكن بده يهيئ حاله الواحد، الله قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، ما تقول والله النار بس للكافرين. الله قال في سوره فاطر وهم يصطريخون فيها وين؟ في النار وهم يصطريخون فيها عم بيقولوا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فبيجيهم الجواب اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر لكن والله عيشناكم عيشه طويله ممكن لك يعني تتذكروا فيها هذا اللقاء وهذا المصير اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير كما مو بس هيك بعت لكم نذير يقولوا انه سيدنا يعقوب اتاه ملك الموت فقال له سيدنا يعقوب قال يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا قال جئتك زائرا النبي جاء إلى عنده ملك فقال فبالله عليك إن أردت أن تأتيني قابضا فأرسل بين يديك رسولا بعث لي هيك شيء رسول يخبرني حتى أتجهز للقاء ربي يعني ضبط أموري أكثر وأكثر وهو نبي الله إسرائيل يعقوب بعد فترة يجي ملك الموت فقال يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا قال لا والله قابضا خلص انتهت أيامك قال أين العهد الذي بيني وبينك أنت وعدتني أنه تبعثي رسول قال أرسلت لك رسلا رسلا شو هن ما وصلني شيء قال أرسلت لك شيبا في شعرك يلي شاب شعره هلأ شو معناتها معناتها أنت دير بالك شيبا في شعرك والحناء في ظهرك وضعفا في بصرك هذه كلها إشارات إنه شو إنه قرب الموت لذلك الله قال وجاءكم النذير شو النذير قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير النذير هو القرآن قرآن عبي نذرك بلقاء الله آخر آية في القرآن شو هي آخر آية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ديروا بالكم من هذا اليوم. هذا اخر ايه في القران الكريم. القران نذير ورسول الله صلى الله عليه وسلم نذير بشيرا ونذيرا والنذير هو الشيب اللي بيطلع براسك في ناس يا حرام اشتعل الراس شيبا اذا طلعت اول كم شعره تجهز ركز امورك بيض الفال واذا اشتعل الراس شيبا يا ابو احمد معناتها دير بالك الشيب النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر مرة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم ثم بكى يقول أن الله بيستحي من المسلم الذي شاب أن يعذبه الله قالوا ما يبكيك يا رسول الله قال ابكي لان الله يستحي ان يعذب عبده ذا الشيبة المسلم وذو الشيبه المسلم لا يستحي ان يعصي الله. الله بيستحي يعذبك. الله ما بده يعذبك انت شبت في الاسلام بس انت يعني التزم بوط لسانك بوط عينك بوط مالك ودخلك جوارحك دير بالك. أنت الآن صرت في مرحلة الشيب هذا نذير أرسله الله لك حتى تتهيأ للقاء الله قال والنذير سن الأربعين إذا واحد بلغ الأربعين سنة هذا سن الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذا آه سن التمام والنضج لأنه بعد منه شو بيصير الانحدار هي هيك طالع للأربعين وبعد بدك تنزل ما من بقى عشرين عشرة عشر النبي عليه الصلاة والسلام توفي بالثالثة والستين وبأيامنا واحد وستين لأنه في عنا سنتين هجريات هدول زيادة على الميلادي واحد وستين أبو بكر واحد وستين عمر كمان واحد وستين سنة يعني ما مطولة بعد الأربعين لك يا أنا أبي عاش ثمانين وجدي عليه رحمات الله عاش تسعين تكدير تدير بالك ما بنعرف بنبلغ من ال ولا ما بنبلغ قال حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه شو لازم يساوي؟ قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك حاجه حاجه صدق ال سنه بلغ أربعين سنه خلاص هذه بدك تزود قال من بلغ أربعين سنه دخل في اسواق الاخره ما بنعرف انت بينادوا عليه من بلغ الأربعين ورد في الأثر بعض الأحاديث من بلغ الأربعين ولم تغلب حسناته على سيئاته فليتجهز إلى النار وفي رواية فليتبوى مقعده من النار شو يعني؟ يعني هلأ أنت بلغت مبلغ الرجال بالخمسة عشر للأربعين كم سنة دون؟ خمسة وعشرين سنة مضى عليه خمسة وعشرين سنة والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة وسيئاتك أكثر شو بدها أربعين سنة وحسناتك أقل من سيئاتك روح اجتهد روح حالك لذلك يا أخواننا الأربعين سن النذير لدير باله الواحد وما بيعرف واحد بيبلغ الأربعين يا أما الشباب يروحوا أصغر من ذلك بكثير شحم بارك إن عبد التعزي عند أخ 32 سنة ما في شيء توفي رحمة الله عليه لذلك يا أخواننا بده الإنسان يجهز حاله